موريتانيا هي الأخرى لم تسلم من تصريحات الريسوني واعتبرها خطأ، وشهدنا ردود فعل كثيرة من جانب هيئة العلماء الموريتانيين وكذا من عديد الهيئات داخل موريتانيا، وحتى الجانب الرسمي مثلا في الناطق الرسمي للحكومة الموريتانية الذي قال إن تصريحات الريسوني تلزمه وحده. إلى أين وصلت القضية في الداخل الموريتاني أستاذ علي؟ السلام عليكم ورحمة الله. هو بداية ما ورد على لسان هذا المدعو الريسوني بكونه أو باعتباره أمر لا يستحق الرد في مضمونه، لكون الرجل لا يمثل وزنا رسميا أو اعتباريا مهما في المغرب، إلا أنه من النخبة المغربية التي تعيش هذا الحلم الذي جاء على لسانه منذ عدة عقود. الخطأ التاريخي الحقيقي هو وجود رجل بعقل صغير كالريسوني على رأس هيئة علمائية، ومع ذلك لا علم له بأبسط أبجديات التاريخ ولا الجغرافيا. كان يجب على الريسوني عن طريق البيان الذي صدر أو الخبر إن صح التعبير الذي صدر على موقعه الإلكتروني والذي أحرج هيئة العلماء بعدما اعتبر أمينه العام بأنه تم الاتفاق معه على إصدار بيان رسمي باعتبار الرسمي، البيان الذي جاء بيانا خجولا وتأكيدا لما يدور في خلجات الرجل وفي نفسه، حيث قال في الفقرات التي تتعلق بموريتانيا على أن المغرب رفضت الاعتراف بموريتانيا أكثر من مرة الدول المتحدة. كون هذا الرفض أو كون محاولة المغرب كما الآن محاولتها استقلال الأقاليم الجنوبية المحتلة، نعم لا أظن السيد يجهل كثيرا على أن موريتانيا تشكل حقيقة تاريخية امتدت ما بين الأندلس شمالا وبلاد السودان. حتى الآثار والشواهد التي ما زالت قائمة والموجودة في المغرب نفسه وفي إسبانيا عن طريق مملكة المرابطين أو إمارة المرابطين، لأن الموضوع أكبر من ذلك بكثير جدا. إن نظرنا إلى الزاوية الأخرى والتي اعتبر الريسوني جزءا منها، وهي العلاقة بين الملكيات فيما بينها خصوصا الخارجية والمغربية وتحالفهم التاريخي ضد الأنظمة الثورية والقومية، وبالتالي المغرب هنا يلعب عن طريق الريسوني دور الخلافة الإسلامية في منطقة المغرب الكبير. وطبعا هذه اللعبة ستكون عن طريق ذراع إخواني يجيد جيدا المسألة. فسبق أن تم تعويض هذا الشخص من طرف قطر وتركيا وأمريكا حتى في الدعوة لخلافة تركيا للعالم الإسلامي. فبعد التقارب الخليجي مؤخرا، وهو القريب أصلا من أمريكا ومعها طبعا ابنتها إسرائيل، ظهر وحصل كما شهدنا من التقارب المغربي الإسرائيلي. وبرغم كون هذا التقارب تقارب تاريخي وليس بالجديد، إلا أنه وصل في قمة السنوات الأخيرة خصوصا العامين السابقين، وبالتالي لا بد من تحول النشاط إلى بلاد المغرب الكبير. فللمقاربة كما تعلمون ويعلم الجميع عذرة كبيرة في موريتانيا، عندهم حركات صوفية، عندهم قبائل، عندهم رجال، عندهم صحافة، وهم أهل ولاء وبيعة تاريخية. ولهم إضافة إلى ذلك مكاسب مهمة وقوة في الإعلام الإخواني والقبلي وحلفاء، إضافة لخبرتهم في الدعاية في تسويف مثل هذه المشاريع. طيب.